اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الخاصه، والحقيقه دوما بنكون مع حضراتكم في متابعه دائمه لتطورات المدرب الجديد لنادي الاهلي في الفتره الاخيره بعد فسخ التعاقد مع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وتولي الكابتن سامي قمصان مهمه المدير الفني للنادي الاهلي بشكل مؤقت. لكن يعني في هذا السياق خلوني اقول لحضراتكم انه الحقيقه النادي الاهلي اقترب من الاعلان عن مدربه الجديد، ومن المقرر ان يعلن الاهلي عن المدرب الجديد عقب مباراه سموحه المقرر لها 29 يونيو الجاري في بطوله الدوري الممتاز. ووفقا للمعلومات الوارده من الاهلي فان المدرب الجديد سيقود المارد الاحمر في مباراه الجونه المقرر لها يوم 5 يوليو المقبل في بطولة الدوري الممتاز. بيسابق مسؤول النادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدرب الجديد والإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، فيما اقترب مسؤول الأهلي من حسم هذا الملف بعدما قربت المفاوضات التي تجرى حاليا مع أكثر من مدرب أجنبي على الانتهاء، حيث يفاضل مسؤول القلعة الحمراء بين عدة مدربين أجانب لاختيار أحدهم، وسيتم حسم يعني هذا الملف سريعا فيما سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة. استبعد مسؤول نادي الأهلي فكرة التعاقد الحقيقة مع مدرب مغمور من أوروبا لتدريب الفريق، وبيتفاوض الأهلي مع مدربين أوروبيين وأيضا من أمريكا اللاتينية تمهيدا للتعاقد مع أحدهم، وجميعهم لهم يعني خبرات وتجارب جيدة في عالم التدريب سواء في أوروبا أو في المنطقة العربية. كمان الجدير بالذكر ان إدارة الأهلي كانت قد تعاقدت مع فاينر في 31 أغسطس 2019 رغم انه لم يكن صاحب خبرات في المنطقة العربية، وأكدت الإدارة الحمراء وقتها ان فاينر لديه مشروع كبير لتنفيذه في القلعة الحمراء وقتها. لكن المدرب السويسري يعني رحل أواخر سبتمبر 2020 على خلفية جائحة كورونا. بتشير أيضا الدلائل إلى أن فكرة التعاقد معه مع مدرب مغمور على طريقة تجربة فايلر غير واردة في الأهلي حاليا، لأن الاتجاه الأكبر حاليا هو التعاقد مع مدرب يكون صاحب يعني تجارب قوية في أوروبا أو في المنطقة العربية أو الاثنين معا. على جانب آخر خلوني أقول لحضراتكم شارك رباعي الأهلي علي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم علي لطفي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش مساء الجمعة استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر. وخضع الرباعي لفحص طبي قبل انطلاق الميراند للاطمئنان على حالتهم والتأكد من جاهزيتهم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم لتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة بيراميدز في الأحد المقبل. طبعا كان علي معلول قد تعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية اليسرى، وتعرض علي لطفي لجزع في الرسغ الأيمن، وخضع محمد عبد المنعم لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة، فيما اشتكى ديانج من كدمة في الركبة. أيضا استأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت 24 ساعة عقب الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز. يعني بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية الخاصة، بالتأكيد دوما بنقف مع حضراتكم على كافة المستجدات من تلفزيون يوم السابع. بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي على الشطر، شكرا لكم وإلى اللقاء.